من الاستديو الرياضي نحييكم، يا اهلا فيكم مشاهدينا الكرام. الاخبار الرياضيه وفي هذا الشان كل جديد على الساحه الوطنيه عبر شاشه قناه عدن الفضائيه. اليوم معنا هذه الاخبار، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى الأخبار الرياضية. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي الداخلي في مدينة المكلا بقيادة المدرب الوطني الكابتن سامي نعاش، تحضيرا لمشاركته في بطولة غرب آسيا 9 للرجال التي تستضيفها جمهورية العراق خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 14 من أغسطس عام 2019 بمشاركة 9 منتخبات قسمت إلى مجموعتين، حيث سيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق المضيف وسوريا وفلسطين ولبنان. ويخوض المنتخب مرحلة الإعداد التي تدخل اليوم أسبوعها الثاني بمعنويات عالية، حيث أجرى حصصا تدريبية على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، وشهد التدريب التكتيكي المهاري الذي شارك فيه جميع اللاعبين. ويركز المدرب سامي النعاش خلال التدريبات الحالية على رفع جاهزية اللاعبين التي تمكنهم من تقديم الأداء الطيب والمشرف في هذه المشاركة التي تعتبر بمثابة المشاركة التحضيرية للاستحقاقات القادمة، وأبرزها التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم عن القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في بطولة غرب آسيا 9 للرجال، والتي ستنطلق يوم 30 يوليو الجاري في العراق، وسيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين، العراق، سوريا، لبنان. واستقر الجهاز الفني على 23 لاعبا كونهم الأجهز لتمثيل المنتخب في البطولة، على أن يتم استدعاء بقية اللاعبين للإعداد والمشاركة في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، والتي ستنطلق في 5 من سبتمبر المقبل. وفي ما يلي أسماء اللاعبين هم سالم عوض وسالم الهارش ومحمد إبراهيم عياش، أحمد الصادق، محمد فؤاد، مدير عبد ربو، عبد العزيز الجماعي، محمد مهيوب، علاء نعمان، محمد بارويس، ناصر محمدو، مفيد جمال، محمد بقشان، وأحمد سعيد، وعماد منصور، محمد المداري، ومناف سعيد، وعلي حفيظ، وأحمد السروري، وعبد الواسع المطري، وعمر الداحي، ومحسن قراوي، أحمد ماهر. وهذه هي قائمة الأسماء. والجدير بالذكر أن منتخبنا سيفتتح مبارياته بمواجهة مع منتخب فلسطين يوم 30 يوليو الجاري، ومن ثم يواجه منتخب سوريا في 5 من أغسطس، ولبنان في 8 من أغسطس، والعراق في 11 من أغسطس. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع هذه المداخلة، ومعنا صحفي رياضي من المكلا ومهتم بهذا الشأن ينضم معي ومعكم فهمي مبارك. مرحبا بك يا أخي فهمي. فهمي أنت معي في الاستوديو الرياضي. فهمي مبارك تسمعني؟ ألو فهمي، معك. حياك الله، كيف حالك؟ أو مرحبا، حياك الله يا فهمي. يا هلا فيك. يستمر المعسكر اليوم التدريبي في لمنتخبنا الوطني في المكلا، هذه المدينة الجميلة، وبحكم أنت مطلع وصحفي رياضي وقربكم أيضا من هذا المنتخب وأيضا من هذا المعسكر الكبير، ما هي الاستعدادات؟ حدثنا عن كل جديد في المكلا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا المنتخب المكلي لكرة القدم يرى مدينة المكلا عبر بحر موت نحو قمر عاصم الآن، متوجها إلى العاصمة مؤقتة عدن، من هنا يصير يوم ثابت إلى العاصمة السودانية الخرطوم بإرجاء جمهور العراق في تسجيل بطولة غرب آسيا التاسعة التي تنطلق في
آخر لاعب جاري. طبعا المنتخب الوطني عنها مشتره مدينة المقلل الذي سمعناها 10 يوم يوم الخميس بإجراء آخر حفظ تجنبية بالرياق لمدرب المنتخب مدرب الوطني الكريم ثامنة عافية وأيضا هذا جديد غير منع تطبيق برامج مدينة الملا. طبعا خلال فترة المعسكر الممتعة 11 يوم لمدينة المقلاء جرت العديد من الحصص التدريبية التكتيكية والأمنية والنهارية وأيضا خلال المعسكر جرت هناك عدد من التدريبات على رجال بحر الرب في مدينة المقلاء اللي بالمناسبة هي تحكي هذه أيام مهرجان موسم الردة. هذا المهرجان اللي يشهر برودة أحر مياه بحر العرب في مدينة المقلاء وبالتالي كان المعسكر من حيث إمكانية ممتاز جدا برغم سر الفترة الإيجابية للمشتركة في غرب آسيا. غير أن رؤية الاتحاد بين كرة القدم والهاج الفني حسب ما راح الكاس كان عاد أن هذه المشاركة هي مشاركة غرب آسيا تكون لتقييم التحضير للمشاركات القادمة ولعل بردها التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا وأيضا كأس الليج القادمة. فهمي مبارك، يعني نعرف أن المدرب منتخبنا الوطني النعاش أعلن عن تشكيلة من الأسماء، يعني صحفي ومتابع، كيف ترى هذه التشكيلة؟ أيضا وفق متابعتك ما هي الأسماء التي يمكن أن يعتمد عليها النعاش؟ طبعا أمر في بحث كانت مثال من خلال معدل عدد من اللاعبين المقدمين عددهم 34 المعدل المكلف تقلص العدد 23 من بينهم عدد الإصابات اللاعبين لعل عزاد حق نادي طامن حموت محمد الذي تعرض قبل المعسكر بيوم لإصابة أثناء مباراة فريقه أمام العبد. هناك عدد أكيد يعني آراء بين الشارع الرياضي والقائد وللصحفيين وللمتابعين بالنسبة للتشكيل، لكن أنا رأيي إنه الأمر متعلق بأمر فني هو للتشكيل وللجنة المنتخب الوطنية. نعم، إذا نشكرك كثير الصحفي الرياضي فهمي مبارك، كنت معي من المكلا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نستمر وإياكم من استوديو الرياضي في أخبارنا الرياضية على الساحة الوطنية، ولكن ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. نعود من جديد مشاهدينا الكرام لقراءة هذه الأخبار الرياضية. في الدوري التنشيطي بمحافظة عدن أسفلت القرعة التي أقيمت الاثنين الماضي عن وقوع المجموعة الأولى شمسان والتلال وفحمان وخنفر والانطلاق بالمجموعة الثانية المنصورة والوحدة والشعلة ونصر الضالع والعين. مشاهدينا الكرام الأحد القادم انطلاق منافسات الدوري التنشيطي وذلك بمواجهة فريقي الهلال الساحلي وشباب الجيل، ويشارك في تجمع الحديدة 4 أندية هي الهلال وشباب الجيل والأهلي وشباب أبس في إطار مجموعة واحدة بنظام الكل مع الكل من دور واحد. مباراة الافتتاح وفقا للقرعة التي جرت بالحديدة تجمع فريقي شباب الجيل والهلال عصر الأحد 28 من يوليو، فيما تقام المباراة الثانية للجولة الأولى عصر الاثنين 29 من يوليو. يواصل التلال استعداده للبطولة التنشيطية حيث واصل لاعبو فريقنا عصر يوم الثلاثاء الماضي تمارينهم على أرضية ملعب الشاذلي بحقات، وذلك بقيادة المدرب جمال نديم التي يسعى جاهدا إلى رفع مستوى جاهزية اللاعبين لخوض ثمار المنافسة على البطولة التنشيطية والتي من المقرر انطلاقها مطلع الشهر القادم. وبعد الانتهاء من الحصة التمرينية استمع لاعبو فريقنا إلى محاضرة سكرتير لجنة الحكام الكابتن أمين عاشور، والذي قدم توضيحا شاملا بخصوص التعديلات الجديدة للعبة والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي ستطبق في بلادنا ابتداء من البطولة القادمة. شكرا.
ظفر فريق أهلي صنعاء رسميا بخدمات اللاعب الدولي حسين أحمد الغازي لاعب منتخبنا الوطني الأول لاعب ومايسترو خط وسط الميدان، وتم توقيع العقد بمقر النادي. يلعب موجبها الغازي بشعار وفانلة الشياطين الحمر في كرة القدم التنشيطي، والذي من المقرر أن ينطلق بداية الأسبوع القادم. وسوف يلعب الأهلي أولى مبارياته ضد غريمه التقليدي الوحدة، ويعتبر الغازي أحد الصفقات الناجحة للشياطين الحمر لما يمتلك من خبرة ومهارات وإمكانيات رائعة. أقرت أندية أمانة العاصمة وشباب البيضاء وفتح ذمار تأجيل انطلاقه للدوري التنشيطي تجمع أمام العاصمة، وذلك في اجتماع عقدته صباح اليوم مع فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة. وكان من المقرر أن تفتتح مباريات التجمع الخميس بمباراة اليرموك والعروبة. وافقت الأندية بالإجماع على تأجيل الدوري لأجل غير مسمى، واتفقت على عقد اجتماع يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد لانطلاق البطولة. وأكدت الأندية أنها جاهزة لانطلاق الدوري، لكنها فضلت اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع أمين عام الاتحاد الدكتور حميد شيباني من أجل منح الاتحاد العام وقت كافي لإيصال الدعم الموعود به للأندية من قبل الاتحاد. دشنا وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه النشاط الثقافي الشبابي الصيفي للعام 2019 في محافظة لحج. وخلال افتتاح الورشة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة لحج، قال الوكيل الفقيه إن مواجهة الفكر الطائفي الكهنوتي المقيت الذي أخرج الحوثيين من كهوفهم لغزو محافظات الجمهورية يتطلب تسخير كافة الوسائل والطرق الكفيلة في رفع وعي شعبنا وتحفيز طاقاته الكامنة بالتوازي مع خيار البندقية في مواجهة الكهنوتيين وجميع المشاريع الظلامية. وأضاف يأتي تدشين النشاط الثقافي الشبابي الصيفي في محافظة لحج الثقافة بالطريقة التي تضمن النهوض بقدرات الشباب وتنمي مهاراتهم وتعزز هويتهم وانتمائهم الوطني. وأكد أن الجماعات المتطرفة بفكرها وطرائفها لن تنجح في تفخيخ أدمغة الشباب وتلغيمها بالأحقاد الناسفة، مستغلة المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها لاستقطاب الشباب والأطفال وتجنيدهم للموت كما يفعل الحوثيون. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدرك تماماً أهمية رعاية الشباب وترى فيهم طاقات وطنية خالصة ترفع شأن الوطن وتسهم في استقراره ونموه وازدهاره، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الوزارة وفق برامج متخصصة وخطط وفعاليات هادفة تضمن تنمية قدرات الشباب وإشراكهم بفاعلية وتعزز تمكينهم في المجالات المختلفة في الدولة والمجتمع. ونوه الوكيل الفقيه لأن الحكومة تدرك جيدا أن الشباب هم أساس النهوض بالمجتمعات وحصنها المنيع ودرعها الذي تلتجئ إليه كلما دنا خطبا، وهو الأمر الذي جعلها تدفع باتجاهه على مختلف المستويات. وفي ذات السياق أيضا تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب صالح الفقيه بيت الشباب وملعب الشهيد معاوية لكرة القدم بمحافظة لحج. وخلال زيارته أكد الفقيه توجهات وخطط وزارة الشباب التي تتضمن تنفيذ مشاريع رياضية متعددة تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وبيّن أن خطط الوزارة بقيادة معالي الوزير نايف البكري تشمل أيضا ترميم منشآت رياضية خصوصا المتضررة من آثار الحرب الانقلابية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطط الحكومة لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة. وأكد الوكيل الفقيه حرص وزارة الشباب والرياضة على حل العراقيل التي تسببت في عملية إيقاف إعادة تأهيل وترميم ملعب معاوية لكرة القدم الذي يعد من أبرز الملاعب في اليمن وأقدمها، والذي تضرر جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على المحافظة. وخلال زيارة وكيل وزارة الشباب والرياضة الفقيه لقطاع الشباب لبيت الشباب أكد أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيله وترميمه وتهيئته للاستفادة منه في تنمية مهارات وقدرات شباب المحافظة. رافقه خلال الزيارة مدير عام التنمية الشبابية في وزارة الشباب والرياضة عبد الله البكري، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة لحج رائد صالح، وعدد من رؤساء فروع الاتحادات الرياضية في المحافظة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي وإياكم من أخبارنا الرياضية، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في برنامج الاستديو الرياضي. أراكم الأسبوع المقبل من استديو الرياضي. كنوا بخير.